كما استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة يوم أمس وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي يترأسه السيد أمجد بشير عضو لجنة الشؤون الخارجية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بوفد البرلمان الأوروبي معربا معاليه عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والدول الأوروبية الصديقة، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مؤكدا معالي أهمية مثل هذه الزيارات في تنمية العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومملكة البحرين وتعزيز المصالح المشتركة وتقوية أطر التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية. من جانبهم أعرب وفد البرلمان الأوروبي عن سعادتهم بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في زياراتهم لمملكة البحرين من أجل فتح المزيد من أوجه التعاون المشترك بما يصب في صالح الطرفين، مشيدين بدور مملكة البحرين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وبما تشهده المملكة من تطور وتقدم، متمنين للمملكة المزيد من الرخاء والازدهار.